بقى جراي بقى حاجة. يا جماعة محرز ده بالذات دي بيقلب في نسات وهيب كده ليه؟ حلو لوريس بتاعي ده، اعمل منظر طبيعي كده النط بتاعي. لا مش وقته، هو المحازم بيجي فجأة ده. بريدج بقى عيل قلود. فيرنر انا عايز مهاجمين جداد خلاص، مش قادر. انت بيع فيرنر صراحة. اسمه أليكس؟ ايه؟ انا عاجبني سميدو بيتفرج. اللي هو اي ميكينج حازم براود اللي محرز. ايه يا جماعه، ولكر بتقدر تعمل كده؟ ها كده بكون قاري كل ثرو يا اخي. يا الله، بس مشكلة مبابي ده ما تلحقوش. عايز ايه؟ حلو صراحة، عجبتني الشوطة يعني ولا ايه؟ شكرا شكرا. اوف سايد بجد؟ ايه صدق؟ واخي شو بيسمى ريسبكت يا كريم؟ ايه اللي انت بتسافرني؟ سايد. ايه ده مش سايد؟ امال ليه حسيت انه سايد؟ هو جه منين امبابي ده؟ تمام انت يخرب بيت حلاوه امك. انا كان الفينش كان معاك شويه. انت ركز بس 8 دقايق بس تعادل معاك. والله انا هاخد 1 بوينت من الدوري ده من المقصود بيه. الهندك ده ما بيهداش. لا لا ليه كده سلو موشن؟ لا مين حارس قاعد يتفرج؟ ده 90 يا كريم هيقول بعد كده مش محسبش. صحيح يا حكم ده فاكينج جو يا فاكينج جو. الحمد لله عاش رايح. ايه رايك بس يا حازم؟ ايه رايك بقى؟ انا هفضل مش هنام عشان اتفرج وانت تفوز يا حازم. انا عامل فرفت يا عم، اخش اتفرج على حزم، اخش العب حزم. هو انت بتقول ايه ده اخر ماتش؟
انا عاوز اعمل فورفة الماتش ده، مش هلعب اكس باي. هيعمل جلوي، خلوه يعمل فورفت يا احنا فزت خلاص. ايوه اي 3 بوينتس والله كده. احنا كام بوينتس بقى؟ ثانيه انت 7 انا 6 انت 7 حازم 6 وانا 1. انت انا لو كنت كسبت كان هيبقى ايه؟ عشان انت كنت هتبقى 9 وحازم 6 وانا 0. ازاي حوار له؟ ايوه انت تعلقت 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 بابا يا فاشل يا فا يا اخي الواي دايما بيجيب فيها كومباك، مش فاهم في ايه. يلا يا حسن اصلا انا بيسموني اصلا الواي كومباك، انت بتسمعش كلام ليه؟ اعمل انت كده، اعمل انت، كل ما اعمل انا بخسر. اعمل انت، اعمل فايت، اعمل اعمل شير بلاي. قول محرز كان فشيخ، قول الصراحة. قول محرز ايوه ممكن ما شافش محرز بيساعد بيعمل ايه دلوقتي. مش كيف اعمل بفنش، اعمل بفنش انت حمار. انا احب بصراحه، ده احب من صراحه، احب من ربي ما هزرش. تخيل بقى، تخيل بقى انت ال 88 ريتد بقى اللي هو عندنا. اه حركه الجيم جولد ده برشلونه. اه هو احتفل واحتفل. لا ما احتفلش، الا عمل كلمه كده. لا مش احتفل. طب ممكن تعمل شيء فيها لو سمحت كده؟ لو سمحت يا عم انا عامل شيء اصلا، عملت شيء في الحزم. الله. طب ابعت لي، طب حازم انجز. بعت له امك. لا على فكره ممكن تقعدوا ولا عمرك يا كريم هتعمل لي دونيت في البوينت. خش يا عم. بعت لي كيف بس حازم، انا اتعادلت معاك او دوري كده نخلصه في يوميها، وماتش يكون الاخير هو المحاسب. محاسب؟ اول مره يا جماعه حازم يطلع، حازم يطلع كده كومبيتيتور كده. يا حازم سوري، حازم انت واخد بالك كنت خسران 3-0، ممكن كنت عملت ريتش كنت عشان اه بالظبط. انا عارف حبيبي حبيبي ليه فين فاشل بقى يعمل يا جماعه الدوري ده على 100 كي رصيد. ايوه بالظبط. انا اصلا معايا 300000 غير امبابي، مش عارف ازاي اصلا دوري والله. انا معايا يا جماعه 200000 ما شاء الله ما غير حد ما شاء الله يا جماعه. حتى ووكر بتاعي اللي كان انتري ديبل جالي اللي كان تري ديبل جالي انتري ديبل، بقيت حولته بقيت دلوقتي تري ديبل. لا لا من ناحيه كاش الحمد لله يعني دلوقتي. حازم يتخيل لما يبيع مبابي حازم يبقى عنده كام؟ انا دلوقتي حاسبها معايا تقريبا 1.6. يا كيوت انا معايا اصبر له تايم سكور بتاع يلا بقى شايف ابني الملعب اللي بينور مش بتاع الواي اللي بريشر في بريشر ده. ايه ايه بتقول كلمه عليا انا اخليك اصلا تكون عندك ايه ده ايه ده قصدي ملعب الواي الجامد. حازم برشلونه بتلعب ده ماتش لو وصلني يشري تيكي تاكا جميل من لانجلي وستونز والكر لستونز تاني يشتت كريم يعصب كريم اوه فيليكس يوسيبيو يوسيبيو زنجي ايه ده حلو الاوفسايد الجديد. لو كنت بدري سنه لم ياخذ باله فيليكس من الخط الاوفسايد. لوريس سيميرو كانتي نصف وسط الملعب ياسر مسلم رونالدو المهاري حقنا سيميدو يا سلام قطع من مندي كالعاده يا ساده. فيليكس فرنانديش محرز فخر العرب الثاني فرنانديز اوه يا ديه يوسيبيو كونكشن برتغالي جميل ماشي يوسيبيو ام اللاج ام اللاج الخرا دوست اكس دوست اكس معلش معلش لو قول لي لاج اثر ايه في الهجمه انا دوست اكس يا عم انا جاي الف باللعيب فراح حصل لاج عشان كده ديبالا في نفس جميل لم يقدر عليها حارس اسم الكلب بتاعك يا معلم التيمت جيمس التيمت ما اعرفش بالفيجن ليه مالت راشفورد راشفورد تعصب شكله ولا ايش من النتيجه راشفورد يحاول باش تشكيل جميل فان دايك لم يجد الراسيه بوبا كانتي بوبا تاني بوبا داروني روني يحاول يعدي لكن تبقى تعمل ولكر ترجع تاني للمحرز محرز ليسيبيو لعب سريع جدا دايبالا دايبالا لمحرز تاني لعب سريع جميل تيكي تاكا جميل يا سلام يوسيبيو
يوسيبيو يوسيبيو لما يعني كريم مش عارف احد الا جوميز. بس بص عشان انا في باكت لوس البرتين معاه خليني مغطيه بس. طب هي هجمتي طيب يا حبيبي ماشي ماشي ما يفصلنا حاب اقول لك يعني روني روني يا عم انا فاضي امك تترجع لي الكوره ماشي توليت ولا ايه توليت ايش ايش المعاقل عندي اطلعونا ولا ايه مش فاهم يلا يا رب طلعون يرجع ماتش الظاهر الخصم يجد ايوه ايوه هات بقى اكون 1-0 وبديك 16 بس حبيبي بس حبيبي لا والله محسوب زبي ده حبيبي ايه ايه ماتش لسه ماشي 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 هنلعب هنلعب ماشي 1-0 بس ماليش دعوه نبدا من الماتش الاول بس 1-0 ماشي ايوه ماشي بس انا خلاص عديها مثلا 74 لا هنلعب ماتش كله بس هيبقى 1-0 لا 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 ليه ليه 1-0 زعلان ليه انت زعلان ليه لا لا هنلعب 74 دقيقه انا الحكم ولا القرار انا ما هخسر اصلا انا اللي انا اللي انا انا عارف انا اللي هحتاج اصلا التايم لا هتلعبوا 74 دقيقه او اكثر تايم فور من يا جماعه طب ايه البدان ده طب ما خليها 1-0 الماتش كله دقيقه 90 وخلاص 2-0 ايه هتاخد اكثر تايم لا استنى نعمل ديل نعمل ديل 2-0 نعمل الماتش لا ايه الغباء ده ايه يعني انت هتجيب جول كل طول الماتش يعني كريم كريم اخر 80 من الاخر ماشي 80 ايه ده ايه ده هو هيجيب جول دي 79 انا عارف بقى بس في 5 دقايق وقت بدل ضايع ماشي ما انا عامل دبل دبل وقت ضايع يا غبي لا الوقت الضايع هما دقيقتين اصلا قول مثلا 6 ماكسيم يا جماعه ما تخليها 1-0 الماتش كله انا مش فاهم انت مضايقك ليه خلاص ماشي ماشي مش عايز عشان كده كريم معناته ان انا الاستشاري دي ضاع على الفاضي ما تجيبش الجول بالظبط مديك جول ببلاش اول ما الماتش ما برضه تايم از ماني معلش ماشي ماشي ايه الفريق ده بعتلك ايه تعال ما العبي ايه هنهزر يا عم خلاص بعتلك ايه لازم ما العبك يعني ولا ايه بص بقى بص بقى انا عارف انا عارف بص بص خلاص خلاص هلعب يا عم يا جماعه مش فاهمش فرق معاكم ملعبكم ملعب مين ايه ده لا وفي جماهيره بقى خلاص اه ايوه جماهيري اه كريم انت محتاج جماهير صح انا عارف امال ايه انا عايش ولا ماتش ده ماتش في ملعبي اساسا جه مع الجراوند ده زي كده لا لا ايه المنظر؟ بلعب بالارسنال حقي ارسنال ضد مانشستر يونايتد ماتش جميل في التشامبيونز التيم تشامبيونز ضد سترايكر كيلر اكس لا اسمه ايه بلاك شادوز صح بلاك شادوز اف سي يا جماعه صدقوني والله ما بهزر الجو البرد بيأثر على البلاي ستيشن عشان ما بهزرش تفكرني بهزر تفكرني بهلوس يا عم يا عم بص عليه طيب وماله ايه ما بهزرش لا انا ما انا بغطيه بفوطه غطيت امه بفوطه شوف بقى اللي هيحصل هي اوفر هيت وهيولع ولا هينفجر في مره انا بتخيل واحد يدخل لحاله يلاقي مغطي البلاي ستيشن لاست ماتش 3-0 ابا و 73 وينز بقى اللي عادي بتزيد له بتزيد بيزيد ونرجع من اخر كنا بناخد بريك بس نشرب فيه مويه يا جماعه الخير احنا الان نلعب على 1-0 اللي حازم سيميدو رونالدو كانتي راشفورد من اول علاقه تقطع من محرز بسرعه فرنانديش يلعب على طول وسط الملعب يا سلام فيليكس يحاول يرى يوسيبيو لكن يوسيبيو يدخل في الاوفسايد حلو من الدفاع التيميت تشامبس ديل بييرو الايطالي ماذا سوف يفعل يديه رونالدو مهالي رونالدو يا سلام يجد ديل بييرو من اخر ديل بييرو منفرد كان منفرد لكن لم يراه رونالدو رونالد جميله الشوطه والاجمل الحين ايوه أوكي. روني يجد راسيه جميله جدا من الكورنر وتكون 1-1 للالتيميت تشامبس ولك شوتس اف سي فرنانديش لديبالا يديه مندي جميلة هازارد اوه حلوة هازارد يؤدي من سميدو بسهولة ويؤدي تاني لكن سميدو أسرع منه يا سلام رونالدو ديل بييرو يعمل ديل بييرو هنا يديه رونالدو
البيرو يطلب الكره من رونالدو، لكن رونالدو يأنن ويكمل لوحده. يا سلام، رونالدو يحاول يناول لكن تقطع منه مندي. ايه ده؟ يا سلام، ايه ده؟ فرنانديش ليال يوسيبيو محرز الجيري ديبالا. يا سلام ديبالا يا يعني ثرو باس ليوسيبيو رجعها تاني فيليكس. فيليكس كانتي كالعادة يلعب دور مهم في الدفاع. ميندي لديبالا الأرجنتين تقطع منه كانتي. كانتي ها هل هي فرصة هيعوضها ولا لا؟ ديل بيرو كانتي كانتي يديها روني. روني الإنجليزي يلعب دور مهم في التيميت تشامبس. يديها راشفورد. راشفورد فرصة لكن تضيع. انت كنت هتصدع البوكبا. انا عارف انا عارف. فرصة. لا كان قصدي راشفورد. فرصة تضيع مهمة لا جدا. لا لا عشان هو مزنوق بقى انت بس مختلف. كان قصدي راشفورد يا ابني. لا لا بطل كده. ستونز. وولكر. ستونز. ستونز يرى محرز. محرز يعديه بشكل مهاري جدا. يا سلام يا سلام. ماذا سوف يفعل محرز؟ تنقطع منه من الجبل بوبا. يا سلام. فيليكس يحاول ان يفعل ماذا يفعل كل كورنر، لكن راشفورد منفرد الان وتنقطع منه وولكر ثاني. فيليكس فيليكس يرجعها و كم ادفانتج الظاهر الحكم يدي ادفانتج كثير. صح هل فري كيك ده بقى ماذا سوف يفعل؟ لا 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 لوريس يتصدى تصدي مهم جدا. يا عالمي يا خبير يا جميل يا لوريس يا فرنسي انقذ. طب بجد هو جابها ازاي؟ الفريق بشكل مهاري. يا سلام فيليكس فيليكس من بريدج لوريس اليوم لم يفعل ذلك من قبل. ينفع طلع الكرة بقى؟ يعلم راشفورد دي بيرو هجمة مترددة لروني. روني لرونالدو. رونالدو البرتغالي. رونالدو ما لا أدري ماذا سوف ماذا يفعل في الملعب. روني روني ديل بيرو. ديل بيرو يحاول يعمل جيل سبين لك تقطع من مني. ديبالا هازارد مناولات جميلة. يسيبيا محرز فرنانديز. يسيبيا مناولات سريعة. 1-2-1-2-1-2 فيليكس فيليكس يحاول أن يرى محرز. كانت رؤية جميلة جدا لو انفعلت لكن تنقطع من دفاع أزمة جيمس. أصلا واحد في واحد بس على روني حفلة روني بشكله بني آدم خطير في هذه المباراة لأنه ينفرد بسهولة جدا ويسجل أهداف بسهولة جدا أيضا. راشفورد راشفورد لتنبع. ديل بييرو لم يفعل شيء من بعد أن ألتمت شامس عقد مضى عقد مع روني. ديبالا ديبالا يا سلام هم المرتدى 4-4. يا سلام ديبالا يوسيبيو يوسيبيو فيليكس 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 يا فيليكس شوت لكن فان دايك الحيط لم يخلي يعدي منه. ديل بييرو هم المرتدى يا سلام يا سلام يا ستونز يا سلام يا ستونز يا اللي مش مخلي حد يعدي منه خالص. ديبالا فيليكس فيليكس يا جماعة الخير لوريس يلعب دور مهم في هذا الماتش. أقول هذا المرة 50 لوريس الظاهر عمل تمرينات جيدة قبل الماتش التي خلته يكون حارس جميل جدا. هازارد كيسا جوميز جوميز يرى هازارد لكل خطوته في هذه المباراة. هو وفان دايك ديوتو جميل جدا. يا سلام رونالدو 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 ديل بييرو على الريباوند. ماذا سوف يفعل؟ ميندي ده ميندي ميندي كالعادة دائما موجود في الوقت الصح في المكان الصح. رونالدو اها يا بريدج يا بريدج يا روني يا روني حرام عليكم يا روني. يوسيبيو
يوسيبيو برتغالي ما فرده دي برتغالي اخويه اخويه ديبالا ديبالا فيليكس هازارد ايوه بقى ايوه هازارد في ناس كتير من الفنون تسحبين يا سلام الماتش انفعلي يا جماعة الخير الماتش نار 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 يا سلام يا سلام يا سلام ندخل على الشوت هاف تايم أم ماذا سوف يفعل رونالدو قبل الهاف تايم هل سوف يسجل جول؟ لا هاف تايم it is الأعصاب ليست في محلها أونر ألتمت شامس ينفخ في البارتي أوه أوه مدرب ألتمت شامس يفعل بعض التكتيكات التي سوف تساعده في المباراة أم ماذا؟ نرجع من آخر أنت إزاي كده جامد؟ بجرب يعني نرجع من آخر للمباراة معكم الكومنتيتر لؤي عرفة يا سلام الإنجلي للديبالا لعب هادئ جدا يوسيبيو يبيع فيليكس أم الله فيليكس يحاول يعمل بريدج وانقطع وبوجبا يوزعها لبييرو على الجنب وينك جميل جدا يا سلام على السرعة يا دلبييرو يا سلام على السرعة يا دلبييرو ماذا ستفعل بهذه السرعة يرجع تاني بوجبا في وسط الملعب يديها تاني لبييرو يحاول يفتح مساحات يوجد راشفورد راشفورد رونالدو بريدج رونالدو تولت يا رونالدو حرام يا رونالدو تولد يا رونالدو منك للأسف الشديد يوسيبيو يوسيبيو يرى رؤية جميلة جدا لكن جوميز اوه فيليكس فيليكس يا جماعة يا سلام يا خرا كيو باس جميل من البرتغالي يا جميل الفيوتشر سوبر ستار فيليكس يجد محرز في نص يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مش قادر مش قادر اكسبرس الفيلمز يا جماعة الخير على البلاي الجميلة اللي حصلت الآن وركر محرز فخر العرب الثاني هل هو اللي يسوي هو اللي عمل الفرق يا جماعة الخير في هذه المباراة هل سوف يجد جول آخر هذه المباراة أم لا محرز محرز يا جميل يحاول من الفينيش من برا من برا 16 لكن الدفاع يقرأ هذه الشوط روني 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 يا سلام يا روني روني لم يجد احد انه يناوله وغراها حلو قوي حلو قوي الضغط الضغط العالي الضغط العالي من ألتمت شامس ألتمت شامس ألتمت شامس ديال بيانو روني 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 حاول يعمل المهارة الذي فعلها ثلاث مرات هذه المباراة كل مرة تنقطع منه يا سلام يا جماعة يا سلام كنتي كانت يعمل ضغط جميلة جدا راشفورد يحاول يعدي بالبريدج لكن يقع في محله بنالتي 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 الكريم بنالتي الألتمت شامس روني 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 عظيم والله عظيم الفينالتي خالص خالص أحا يا جماعة الخير ما هذا الماتش الفظيع تشامبيونز ليج فاينل ماذا 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 أرى يا جماعة الخير بل هو فعلا ماتش لم أجد فيه هذه الروح والانفعال جول ثم جول ثم جول ثم جول وبعد تغييرات من المدرب تعطم الشمس ثاني واضح أنه مدرب يفهم في هذه اللعبة يعمل تكتيكات كثير في وسط المباراة فرنانديش يلعب لعبة هادئة جدا والكر محرز تقطع منه كرة ترى ديبالا 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 يا سلام ديبالا يدير بوجبا راشفورد روبرتسون روبرتسون راشفورد تاني حلو قوي راشفورد راشفورد مفرد يلا بقى يا سلام يا سلام راشفورد ماذا راشفورد صوتي راح صوتي راح يا راشفورد من الجمال ما راشفورد يا سلام عليك يا راشفورد
راشفورد يدي فريق الأمل لفوز هذا الدوري ما بين الفرق في الدوري. يا سلام عليك يا راشفورد. روني روني يعمل مناولة غلط في القطعة من دفاع على طول على طول دلعب السريع ليوسابيو يوسابيو يوسابيو تقرب من فيرجيل فان دايك بعد روني 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 يا سلام الفرق هذا بلانتي تدعى ماذا يا فري كيك فري كيك يا جماعة فري كيك. هل روني سوف يفعل فري كيك الذي فعلها؟ حازم ما تركش الحاسة خلينا فير بلاي اللي فات اخر الماتش ايش حركوا يا عم. هل روني هيكون السوبر ستار بتاع الماتش؟ هل روني يكون ميسي الفري كيكات ام ماذا سوف نرى الان يا جماعة الخير؟ روني يقف وينزل كالعين الصقر لي فكرة ليه لفتها انا ليه لفتها حلوة مني قوي حلوة يا روني لكن كانت محتاجة تقرب لي يا شرموز زيادة. وولكر لستونز ستونز ليوسيبيو يوسيبيو لفرنانديش فرنانديش لمحرز محرز جميلة محرز يوسيبيو يوسيبيو لي وان 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 كشاكو بوكو بوكو جوميز حلوة ندير بوكبا بوكبا روني 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 يلعب لعب سريع مايو راشفورد راشفورد يا ثرو باس رونالدو 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 لعب برشلونة 2010 يا جماعة الخير يحصل قدامي الآن 4-2 4-2 نتيجة عالية جدا في فينالي يا جماعة الخير. فين بلاك شادو اف سي؟ بلاك شادو اف سي نام من ساعة الهاف تايم. فيليكس فيليكس يحاول ان يرى مساحة ليه عم شوطة شوطة ديبالا 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 يا ديبالا حرام عليك يا ديبالا ضيعت فرصة للتعادل. رونالدو روني روني انت كريم ملاحظ انت حتى لو تعادلت انت هتكسب راشفورد ايوه صح راشفورد عشان انت لازم نتعصب هديتني شويه خمس اقول ماشي رونالدو ماشي عشان كده انا فقد الامل من ساعه ما انت تعادلت اصلا على فكره الماتش خلص اوه لا 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 الماتش خلص يا جدعان خلاص طيب ما مش هتسبوز يعني والله اوكي المعلق يروح بيته حرق ازرق لا ماتش دراماتيكي قلبي كان قاعد بيدق بصراحه يا اسطى قول الصراحه انا التعليق بتاعي خلاه حماس قول الصراحه ايه ده بصراحه انا لا انا لا لوريس لوريس انا لوريس بصراحه لا يحمسني نو كومنت قعدت ساعه معاك ولوريس ايه طيب انا عايز افكر طيب بس اشرح لي مين لوريس ده ايوه لوريس صدقني صدق والله البنالتي بتاعتك دي ازاي بنالتي برضو حزم اتسريت ان انا اكسب خلاص اتعصب يا لهوي ايه الماتش ده كل ده عشان انا يا جماعه ملعبي وحشني ايه ده خلاص روني انا خلاص انت كده بقيت ليجند خلاص لا كنت حاسس كنت قلت لك نخليها الماتش كله 90 دقيقه ايه ده فيه ما فرقتش يعني مش قصدي انت كنت انا عاجبني الواد اللي نسي الجول بتاعي 5 4 2 وانا مش عارف نتيجه كبيره وانا 100 ألف في الرصيد ايوه بقى بلا